اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. وهقول لك معلومة، بالـ80 مليار طن ذهب ودولار ودرهم إماراتي وكل العملة اللي في الدنيا، معلومة أنا أشك إن في حد يعرفها في الأمة الإسلامية إلا من رحم الله، عشان كله يقعد كده ويهدى ويسمعني. كلنا أستاذ يعقوب، كلنا مأمورون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحضرتك أهو بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مشاهديك دلوقتي بيقولوا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إيه اللي أنا بشك إن الناس ما تعرفوش؟ المليار مسلم و200 مليون ما خطرش على بالهم في يوم يعرفوا النوليدج دي، المعلومة دي، عارف هي إيه؟ النبي بقى نفسه بيصلي على مين؟ أبح أبح. هو النبي بيصلي على حد؟ طبعا. والله انا اول مره اعرف، تقريبا انا اعرف اني بقول اللهم صل على النبي، واعرف ان ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واعرف اني بقرا صحيح البخاري على اليمين في نسختي انا، وان الصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن أنا عمري ما سمعت إن النبي نفسه بيصلي على حد في أمته، النبي اللي يصلي عليا. ممكن لو سمعت تقول لي المعلومة دي منين؟ القرآن. القرآن ده أنا بختمه في رمضان 7 مرات. طب أنا أعمل إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ يلا تعالى نقراه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول الفقير. مبروك عطية، عميد الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر. النبي يصلي صلى الله عليه وسلم على المتصدقين من أول السطر، وما معنى يصلي عليهم؟ الإجابة يدعو لهم بالرحمة من أول السطر. وهل تستجيب دعوته؟ بذمتك عندك شك؟ لكي تبقى سنة كحلي، أمال النبي مش هيبقى مستجاب الدعوة؟ أوكي. وهل إذا رحمهم الله كشف عنهم الكورونا؟ والبرونة والمكرونة وكل مؤسي. يا سلام، السكة ايه؟ الصدقة. مش عايز اقولك الصدقة يعني بمليون وربع مليون، ده رغيف، ده بطاطساية، ده تمراية ممكن جدا، فإذا تقبلها الله وهو يتقبل كشف كل سوء.